بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. المرة اللي فاتت كنا ظبطنا الجيت واي بتاعتنا، خلصنا كل اللي احنا كنا عاوزين نعمله في الجيت واي بتاعتنا، وشرحنا الفلتر بتاعنا بيبقى ماشي ازاي، وايه الكونفيجريشن بتاعته، وقلنا في الاخر ان احنا هنطبع بس اليو ار ال اللي هيجي لنا. كان مشكلة ما فيهاش اي مشكلة. طبعا المفروض هنا ما تنساش نضيف انوتيشن مهمة اسمها ات انيبل زول بروكسي. لازم تضيفها فين؟ تضيفها هنا. حلو الكلام، حلو الكلام. تعالوا في الاريكا سيرفر نعمل ريران، وبعد كده نعمل ريران للزول جيت واي، تمام، ونشغل التيم ونشغل انستانس واحد بس اللي هو اربع اربعات من الفود. حلو الكلام، حلو قوي الكلام. تعالوا معايا واحده واحده قبل ما يرنم. هقول لك التيم انت عندك اتنين اي بي اي فيه، ديت وايه وديت، صح ولا غلط؟ صح. اللي هم ايه؟ اللي هم دول اليو ار اللي بتاعهم، اللي هو ده اللي هي الاي بي اي العاديه خالص اللي بتتنقل عن طريق 8 5 8 9، اللي هي الاستاتيك ديت، والتانيه اللي هي تيم بروكسي اللي هي التانيه ديت. ركز بقى معايا، اللي هي التانية اللي هي دي، تمام. انا هاخدهم اهو كنترول A كنترول C، هحطهم بس هنا. دي اول واحدة، وخلينا نعمل تاني واحدة اللي هي ايه، اللي هي البروكسي. فيها مشكلة؟ ما اعتقدش ان فيها ايه، ان فيها اي مشكلة لغاية دلوقتي. جميل جدا، حلو. دول الاثنين اي بي اي. تعال كان رن، لو رنينا اللي هي العاديه اللي هي الاستاتيك، هيرجع لي الدنيا تمام من غير اي مشاكل خالص. بس في هنا ايه؟ في هنا مشكله. ليه؟ تعال كده نشوف ايه اللي عندنا فيه مشكله. قومنا التيم، تمام. احنا هنا بالنادي ديت، طبعا اللي قايم هنا تيم، مفيش مشكله. تعال كده نشوف ايه اللي عندنا مشكلة. كونكشن ريفيوزد. ايوه، ليه بقى؟ لان احنا بننادي هنا البورت اللي قايم في الفوتبول، لو انت مركز معايا هو اربع اربعات، تمام، لكن التاني اللي هو 8 5 9 8 مش قايم. فخلينا نعمل ديت، نخليها اربع اربعات، تمام، ونري ران. اعتقد الموضوع ما فيهوش اي مشكلة خالص لغاية دلوقتي. حلو، بيرن اهو، جميل. هعمل ايه؟ هعمل سند اهو، جو عادي، مشكله عادي، مفيش اي ايه، مفيش اي مشكله. نرن البروكسي اهو، برضو مفيش اي ايه، مفيش اي مشكله. حلو، دول الاثنين اللي هو التيم والفوتبول، صح؟ ايوه، احنا ناديناهم، وركز معايا، نادينا الاثنين دول، ناديناهم عن طريق مين؟ عن طريق دايركت، عن طريق اليو ار ال بتاعهم. يعني انا جيت ناديت من الفود، رحت ناديت من التيم. اه، الفوتبول كمان فيها ايه؟ تعالى كده، الفوتبول فيها اي بي اي اللي هي، تعالى كده، الكنترولر اللي هي بتاعت ديت. تعالى كده نشوفها هناك، فين الفوتبول؟ اهي دي الفوتبول او سن. احنا ما قومناش ولا ايه؟ لا، قومناها على اربع اربعات، تمام. يبقى لازم نروح نغلي البورت اربع اربعات، البورت اللي احنا مقومينه عليه. حلو، رجع انت عادي جدا، كنترول ايه كنترول سي، وهاخدها برضو هناك اهو، تمام. يبقى اذا ده الفوتبول،
وده البلين. في مشكلة؟ مفيش أي مشكلة دلوقتي. حلو، نلقناهم إزاي؟ نلقناهم دايركت، طريقة عادية خالص. بنروح على البروجكت بتاعنا ونشوف الاي بي اي بتاعتنا بتتنادى ازاي، وبنروح على اليو ار ال نحط اللوكال هوست والبورت، وبعدين ايه الريكوست مابنج، وبعدين اليو ار ال. صح؟ ايوه. تعالى بقى نشوف الطريقه الجديده بتاعتنا. طبعا بس نخلينا ايه، نجيب لوكال هوست 96، ولا كنا مقومين، كنا مقومين الاريك على سيرفر كام؟ 8 7 6 1. حلو، 8 7 6 1. حلو، عندنا انستنس المفروض بالبلاير على اربع اربعات، انستنس من التيم على اربع تسعات، الناس من الزول على ايه 90 55. عظيم، ايه عظيم. عاوزين بقى نبدا نشوف لو احنا عاوزين ننادي الاي بي اي عن طريق الزول، يعني بدل ما احنا بنروح نعمل كده على طول على التيم او بنروح على الفوتبول، لا احنا عاوزين نغير الاتجاه، نيجي من هنا عشان يعدي الاول على الجيت واي وبعدين يروح على الاي بي اي بتاعتنا. بنعملها ازاي؟ بكل بساطه، انت عندك الجيت واي قايم على بورت كام؟ 90 55. بص معايا، هروح هنا اهو، هقول لوكال هوست 90 55. حلو، باك سلاش. باك سلاش ايه؟ انت عاوز تنادي الاي بي اي اللي في الايه، اللي في المايكرو سيرفيس. انهي؟ انا عاوز انادي اللي في التيم، او خليها في في الفوتبول الاول. عاوز تنادي في الفوتبول؟ ايوه عاوز انادي اللي في الفوتبول. هات لي النيم بتاعه اهو، هروح جايب في الفوتبول، هروح جايب النيم بتاعه. حلو، جبت النيم بتاعه. ايوه حلو، باك سلاش، روح هات لي الرابط بتاعه. الرابط بتاعه اللي هو ايه؟ اللي هو ده، من اول من بعد البورت لغايه الاخر اهو. كنترول سي، اروح احطه ايه؟ احطه هنا. اذا كل اللي عملناه جبنا اللوكال هوست 90 55، ده بتاع الزول جيت واي. عاوزين ننادي من انهي، من انهي ايه؟ مايكرو سيرفيس، التيم ولا الفوتبول؟ عاوزين عن طريق الفوتبول. اذا هجيب اسم المايكرو سيرفيس بتاعت الفوتبول، اسم المايكرو سيرفيس بتاعت الفوتبول اهي. بعد كده روح على الاي بي اي بتاعتك، هات اليو ار ال بتاعها. اليو ار ال بتاعت ديت هتبقى فوتبول بلاير، وبعدين الرابط ده. طبعا ركز، انت عندك دلوقتي اتنين فوتبول بلاير اهو. اول فوتبول بلاير ده اسم المايكرو سيرفيس اللي هتنادي منها، لكن ديت الريكوست مابنج اللي موجوده في الكنترولر اللي هي ديت. حلو الكلام، حلو الكلام. المفروض نرن يجيب الداتا اهو، شايف جاب لي الداتا. بس لاحظ بقى، بص بقى، هنروح على الزول، ركز بقى معايا، ركز معايا. لو جينا هنا ورحنا هنا في الزول جيت واي، هناخد بس ديت كنترول سي، واروح هنا كنترول اف واسيرش عليه. بص معايا اهي، طبع لك ايه؟ ريكوست فروم ايه؟ شايف فوتبول بلاير، فوتبول بلاير باي بارسا بلاير ام مدريد، ام اي دي، ام اي ار قصدي، او ام دي ار ايا كان، اللي هو الرابط ده. فهمت الفكره بتمشي ازاي؟ فهمنا. اذا from زول هتبقى ايه كده؟ ده اللوكال هوست والبورت بتاع الزول جيت واي، ده اسم المايكرو سيرفيس، ده اسم المايكرو سيرفيس باي بارسا بلاير مدريد، ده باقي الايه؟ باقي الرابط بتاعي. طب تعالى يا عم نعملها تاني على التيم، دي التيم المفروض، دي المايكرو سيرفيس بتاعت التيم. حلو، التيم بيقول لي ايه؟ التيم بيقول لي الروابط بتاعتي ديت. تمام، هنعملهم الاول، هنقول ايه؟ فروم زول. تمام، من عن طريق الجيت واي بتاعتي. هنعمل ايه؟ هنجيب ده يعتبر اللوكال هوست
والبورت بتاع الجيت واي بتاعتي بتاعت الزول بتاعت البوابه بتاعتي. تمام، بعد كده عاوز نادي منين؟ عاوز انادي من التيم. اذا نروح للتيم يا باشا، هات لي اسمها اللي هي تيم سيرفر. حلو قوي، مفيش مشكله، اهو جبتها لك. كمل لي بقى بقيه اليو ار ال بتاعها، بقيه اليو ار ال بتاعها اللي هو من بعد البورت بتاع الرابط الرئيسي بتاع الايه المايكرو سيرفيس. دي كانت تحديها دايركت من المايكرو سيرفيس بتاعتها اللي هي التيم عن طريق البورت بتاع المايكرو سيرفيس، وبعدين الرابط. انا هاخد الرابط واحطه بعد ايه، بعد ما حطيت اسم المايكرو سيرفيس يعني منها، بعد البورت واللوكال هوست بتاعت الجيت واي. اذا كده كونت ايه، كونت اليو ار ال بتاعي. تمام، نيجي اللي بعديها. هناخد ده يعتبر اللوكال هوست والبورت بتاع الزوال جيت واي بتاعت البوابه باك سلاش. هتنادي منين؟ هنادي من التيم. يبقى اذا نروح لي هات لي اسم الايه المايكرو سيرفيس بتاعتك اللي هي التيم سيرفيس. حلو اهي، باك سلاش هات لي الرابط، الرابط اللي هو ده. في مشكلة؟ مفيش مشكلة، ناخد ده كنترول سي. خلي بالك ناخد ده ايه، كنترول سي. تمام، نروح هناك كنترول في. بص مرجع لك ايه الداتا، بس مرجعها لك في شكل اكس ام ال، مرجعها لك في شكل ايه اكس ام ال. بعدين نعمل لي ريست كنترولر، هتلاقي بس الفورمات بتاع جوجل ايه كروم جايب اكس ام ال بس. تمام، خلينا تمام مش مهم اهو. الاي دي واحد، الفروم بارسه، الداتا عاديه خالص. هنا شايف هنا كان مرجعها كجيسون، هنا مرجعها كايه؟ كاكس ام ال. مش موضوعنا، سيبك من الفورمات دلوقتي. حلو الكلام؟ حلو الكلام. لكن لو جيت هنا وعملت سيرش عن ديت، بص هتلاقي اتعملت كام؟ شايف كم مره؟ اربع مرات. ليه؟ لان انا عملت ريلود او قعدت اعمل ايه؟ انتر اكتر من مره. بس المهم ان يطبع لك ايه؟ طبع لك ريكويست فروم تيم سيرفر، تيم سيرفيس، تيم سيرفيس بلاير، تيم بارسا اهي. والثانيه اهي فوتبول بلاير، فوتبول بلاير باي، وهكذا. واللي بعديها اهو اي ريكويست هتعمله هيعدي على هنا، فهينفذ لك ايه؟ هينفذ لك ده. هينفذ لك ايه؟ هينفذ لي ده. حلو. اذا هل انت دلوقتي عرفت ازاي لو انت عاوز تنادي دي المايكرو سيرفيس الفوتبول، عاوز تنادي منها دايركت، هتروح تجيب البورت بتاع الفوتبول عادي خالص، المايكرو سيرفيس بتاعتها واللوكال هوست، وتحط اليو ار ال الطريقه العاديه خالص اللي بتنادي بيها اي اي بي ار. لكن في الزول هتجيب اللوكال هوست والبورت بتاع الجيت واي اللي هي الزول اللي هو البروجكت بتاعنا الجديد. وبعد كده بعديها بقى تباصي اسم المايكرو سيرفيس اللي انت هتنادي منها اللي هي البلاير فوتبول. انا هنادي بلاير فوتبول، فروحت كان البلاير فوتبول، البلاير فوتبول اهو جبتها، خدتها اهو كنترول سي وحطيتها هناك. حلو، بعديها روح نادي الاي بي اي، عاوز اروح للاي بي اي اللي هي انهي اللي هي دي. فالاي بي اي دي عشان اديها اقول له فوتبول بلاير وبعد كده الرابط ده. فروحت حطيت الفوتبول بلايرز وبعدين الرابط اللي بعده. كذلك هنا، كذلك هنا، الموضوع ما فيهوش اي صعوبه خالص. حلو الكلام؟ حلو قوي الكلام، ما فيهوش اي مشكله لغايه دلوقتي. اذا ملخص اللي انا قلته، عشان تنادي اي اي بي اي من الجيت واي بتاعتك، اول حاجه بتروح تجيب ده يعتبر اللوكال هوست والبورت بتاع الجيت واي، باك سلاش هنا نيم مايكرو، اسم المايكرو بتاعتك، هنا باك سلاش اليو ار ال بتاعت ايه؟ بتاعت الاي بي اي بتاعتك. هو ده الملخص. هل في اي مشكله؟ مفيش اي مشكله لغايه دلوقتي. عظيم جدا. اذا دلوقتي انت بقى عندك سماحيه انك تنادي الاي بي اي، لا اما دايركت كده على طول، لا اما تناديها عن طريق الجيت واي على طول دايركت كده. انت عرفت اصلا انت شغال بيها، بتناديها دايركت عن طريق اللوكال هوست بتاع الابلكيشن
وبعد كده الاي بي اي، لكن عن طريق جيت واي كانت جديده وعرفنا بنكونها ازاي. عظيم جدا. ناخد تاسك بسيطه في الاخر كده نشوف هل احنا فاهمين ولا لا. هقول لك لو انت ملاحظ معايا، التيم فيها بروكسي، البروكسي ديت فيها بتنادي اي بي اي من مايكرو سيرفيس تاني، صح ولا غلط؟ اللي هو بنادي من الفوتبول بلاير، بنادي منها الاي بي اي دي. معنى ايه فيجن كلاينت؟ خدناه قبل كده. معنى ان انا بنادي فيجن كلاينت اللي بقول له روح نادي لي من فوتبول بلاير، هنادي منها اي بي اي. كان هنا حطيت اتش تي تي بي، تمام اهو، خلينا نجيبها من هنا اتش تي بي لوكال هوست، تمام. هو بص دلوقتي عندك الفوتبول البورت بتاعه كام؟ اللي قايم عليه دلوقتي، بص اللي قايم عليه دلوقتي اللي هو 44. كأني رحت هنا حطيت بالظبط اتش تي بي لوكال هوست 44 بالظبط كده، اكيد حطيت ايه كده. معنى انا قلت له فيجن كلاينت روح على الفوتبول بلاير، اكن قلت له هتروح هنا. نديلي بقى بقيه الاي بي اي اللي هي فوتبول بلاير باي وهكذا، صح ولا غلط؟ اهو لو رحنا في الفوتبول ونادينا الفوتبول كنترولر هتلاقيها فوتبول بلايرز باي فروم بلاير 2 اللي هي دي. اذا معناها كده ان انا قلت له فيجن كلاينت حاطط الحته دي، وعلى الحته دي كملت ايه الحته دي فادت الاي بي اي. حلو، عاوزين بقى نحول دي ان احنا نخليها تتنادى عن طريق الزول جيت واي. نعملها ازاي؟ هنمشي بالراحه، خلينا نعمل كومنت على ديت، تمام، واقول له ايه هنا، واقول له فيجن كلاينت انت عاوز تنادي من مين؟ عاوز انادي من الزول جيت واي. خلاص انا مش هقول حاجه، انا اللي هتكلمه هحطه، هروح على الزول جيت واي اجيب النيم بتاعها. حلو قوي، اجيب ايه النيم بتاعها، فهروح هنا في التيم احطه هنا كده. احنا عن طريق ايه الزول سيرفيس اللي هي الزول جيت واي، كان حطيت ايه، كاني رحت جبت البورت بتاعها، ركز بقى معايا، كاني رحت جبت البورت بتاعها اللي هو 9055 وحطيته هنا اهو، صح؟ ايوه، عاوز انادي الفوتبول بلاير اللي موجوده في الفوتبول، تمام. المفروض هعمل ايه؟ لو احنا رحنا بص احنا لسه عاملينها حالا اهو، عاوزين ننادي ديت واحنا موجودين في التيم بس عن طريق الزاوية. عملنا ايه؟ جبنا الحته ديت، تمام. احنا هنا حطينا الحته دي، هي اهي حطيناها اهي. ازاي جبنا فيجن كلاينت الزول سيرفيس؟ حطينا الحته دي، تمام، جميل. فاضل ايه؟ هحط اسم المايكرو سيرفيس اللي منها اللي هي الفوتبول بلاي اهو، هعمل لي كومنت، هروح حاطط هنا ايه ديت باك سلاش فوتبول بلاير كده، اول فوتبول بلاير دي بتاعت ايه، دي المايكرو سيرفيس اللي هدي منها. بعد كده اكمل بقيه الاي بي اي، اهي كملت بقيه الاي بي اي. الفرق بين ديت مع ديت بين دول ان دو ان اول واحده اللي عملناها كومنت نادينا دايركت عن طريق المايكرو سيرفيس على طول دايركت، لكن هنا خليناها بتتنادى عن طريق مين؟ عن طريق الزول جيت واي. نعمل ستوب اند ريتيرن، وخليني هنا امسح لك الكونسول اهو خالص، وخلينا نرن اهو، خلينا بس ده يقوم اما اهو. خلينا نروح هناك هنادي بقى ايه؟ دي موجوده فين؟ موجوده في التي اللي هي البروكسي تيم، التيم بروكسي لان دي اللي بتنادي ايه؟ بتنادي البروكسي، تمام. هنروح هناك اهو، ديت التيم، فين التيم بروكسي؟ تمام، خلينا نروح هنا في البوست مان، التيم بروكسي فين؟ نبص عليها كده اهو، دي التيم بروكسي اهي، تمام. هنسند، تمام، عملت سند. تعالى نروح كده في جيت واي، بص اهو عد عليها ازاي وقال لك ريكويست فروم كذا،
اذا دي كانت تاسك بسيطه عشان تشوف انت فاهم ولا لا. انا عاوز يا عم نادي الاي بي اي ديت مش عن طريق دايركت، لا انا هناديها عن طريق الزول. خلاص فيجن كلاينت حط اسم الايه الجيت واي اللي هي زول سيرفيس، معناه ان انا جبت البورت بتاعي. فاضل ايه؟ قلنا بعديها لو انت مشيت على القاعده اللي احنا حطيناها اللي هي ايه، اللي هي ديت، بعد ما جبت البورت باللوكال هوست حط اسم المايكرو سيرفيس هتنادي منها، اسم المايكرو سيرفيس هتنادي منها فوتبول بلاير اللي هي دي، اللي هي ايه فوتبول بلاير اللي هي دي، ركز معايا دي اللي هنادي منها، ده البروجكت هنادي منه. عشان الاي بي اي بقى احط باك سلاش فوتبول بلاير باك سلاش باي فروم بلاير 2 اهو، فاروح هناك، اروح هناك اهو هقول له باك سلاش فوتبول بلاير باي فروم بلاير 2، عشان ما حدش يقول لي بتلخبط بين ديت وديت. قلت لك ديت بتاعت اسم المايكرو سيرفيس اللي هتنادي منها، ده اسم المايكرو سيرفيس اللي هتنادي منها، لكن الباقي ده باقي الاي بي اي اللي موجوده في الابلكيشن. يعني الفوتبول بلاير باي فروم بلاير 2 ديت الحته دي، فوتبول بلاير باي فروم بلاير 2، لكن اول فوتبول بلاير دي بتاعت ايه؟ الابلكيشن دي. لو عاوز تغيرها وتجرب هتلاقيها شغاله معاك ومش اي مشكله. دي كانت يا جماعه طريقه انك تنادي من الجيت واي بتاعتك، تقدر تنادي الاي بي ايز بتاعتك كده. الريكوست بيجي يعدي الاول هنا ويخش على ايه؟ على المايكرو سيرفيس. لكن عاوز تنادي لوحدها عن طريق بتحط البورت بتاع المايكرو سيرفيس او الابلكيشن بتاعك وتنادي الاي بي اي عادي جدا. دي الطريقه العاديه اللي احنا شغالين بيها على طول، لكن الجديد عن طريق جيت واي ازاي تنادي. حلو الكلام، حلو قوي الكلام، مفيش اي مشكله. طبعا بقى انت هنا ممكن تحط بقى اللوجيك اللي انت عاوزه، وان شاء الله هيكون في تطبيقات على الحاجات دي ان شاء الله فيما بعد شويه. تمام، زي ما طبقنا قبل كده على الريبون وعلى الفيجن وعلى الكونفيجريشن، ان شاء الله هنطبق عليها باذن الله. تمام، تمام. انا اعمل لك جيت اد اول، اقول لك جيت كوميت داش ام، واقول له ايه، واقول له تيست زويل جيت واي. تمام، واعمل جيت بوش. حلو الكلام، حلو قوي الكلام، عملت لك بوش. ان شاء الله لو رحنا على جيت هاب نلاقيها. تمام، نشوف كده. حلو، اه تيست زويل جيت واي. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح، لو في اي حاجه مش واضحه او مش مفهومه تواصل معايا، هسيب لك لينك الفيسبوك ولينك ده تحت في الديسكريبشن. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.